صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم زميلتي العزيزه نهواند وكابتننا طبعا كابتن احمد بلال بالتاكيد طبعا يعني حاله معنويه مرتفعه جدا وتركيز كبير زميلي كريم طبعا في معسكر فريق للنادي الاهلي استعدادا لمباراه نهضه بركان السوبر الافريقي البطوله الغائبه على النادي الاهلي لمده سبع سنوات لكن الحقيقه يمكن عايز اتكلم في البدايه على تدريب الامس يمكن اتكلمنا وقلنا ان تدريب الامس هو تدريب قوي جدا وصلنا ضربنا تدريب خفيف في اول يوم لكن امبارح الحقيقه كان جديه وحماس كبير جدا لعيبه النادي الاهلي واضح ان في هدف في هدف متواجد مع كل اللاعبين ومع مجلس الاداره الكل اللي بيجتهد لتوفير كل سبل الراحه للفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون مناسبنا مع الحاله اللي احنا شايفينها مع اللاعبين تدريب امبارح كان فيه جرعات تدريبيه قويه جدا يعني مش هنقول جزء بدني على قد ما احنا هنقول جزء تكتيك كبير جدا لبيتسو موسيماني طمنا على عدد كبير من اللعيبه ويمكن قلنا ان احنا عايزين نشوف جرعه تدريبيه كامله عشان نقدر نقيم كل اللعيبه بدنيا وذهنيا وفنيا واصل لاني مرحله تتكلموا طبعا على التلاحم الكبير والمرحله اللي فاتت الحقيقه كانت صعبه جدا لعيبه النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر يشوف اللاعبين في قمه تالقهم عايزين نشوف التكتيك وعايزين يشوفوا الجمل وعايزين يشوفوا المربعات اللي طبعا المعروفه على النادي الاهلي لكن الحقيقه مع الضغط اللي احنا بنشوفه مع تغيير الجو ومع رحلات الشقه اللي بياخدها للنادي الاهلي يعني عايزين بس يبقى في تاني شويه على لعيبه النادي الاهلي ما بنبقاش مكتملين بيغيب عننا عدد من اللاعبين احنا كان غايب عندنا حمدي وعلي معلول وسعد سمير عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي لكن الحمد لله لو بطمنك بقى زميلي كريم زميلتي نهاوند كابتن احمد بلال عايز ابدا معاكوا بعلي معلول علي معلول يمكن كنت قلت ان احنا منتظرين نشوفه في تدريب الامس بجرعه تدريبيه كامله الحقيقه علي معلول بيعلن جاهزيته تماما لمباراه السوبر الافريقي ادى تدريب اكتر من رائع امس واضح التركيز الكبير شفنا بقى السبرنتات والترنات اللي احنا كنا مستنيين بس نشوفها مع علي معلول والشوتنج والكروسات شفنا كل الكلام ده في تقسيمه كانت قويه جدا لبيتسو موسيماني اللي اوقف المران اكتر من مره راجل عنده قراءه فنيه مميزه شفناها في سان داونز والحقيقه يعني من اللي احنا شايفينه راجل قاري بشكل كبير جدا فريق نهضه البركان راجل عايز يشتغل عليه بكل قوه الراجل شاف الثغرات نقاط القوه والضعف تمركزاتنا عامله ازاي توزيع الجيم هيبقى عامل ازاي الحقيقه يمكن تدريب الامس كان فيه كبير جدا طمنا كمان على حمدي فتحي حمدي فتحي بيعلن جاهزيته تماما طبيب النادي الاهلي يمكن احمد ابو عبده طبعا رئيس الجهاز الطبي اكد ان حمدي فتحي جاهز لكن هيتم عمل اشعه للاطمئنان عليه هي الاشعه بس كانت اطمئنان فقط لا غير على حمدي فتحي لكن حمدي فتحي باكد لك ان هو يكون ان شاء الله متواجد في قائمه مباراه نهار بكره يكون يوم الجمعه كل اللاعبين الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا الاداء كان مميز جدا لعيبه النادي الاهلي موسيماني كابتن سعيد عبد الحفيظ كابتن سامي امصان كل اللعيبه الكبار الحقيقه بيتكلموا على اهميه هذه المباراه بنتمنى كمان بقى يعني النهارده وبكره حتى يوم المباراه لعيبه بس يكون في حرص شويه في التدخلات لان الحماس كان كبير جدا وقوي جدا في تدريب الامس عايزين بس اللعيبه تحافظ على نفسها يعني كان في كره مشتركه كده حسين الشحات احمد روان كان واضح الجديه واضح الحماس واضح ان كل لعيب عايز يبقى ليه دور في هذه المباراه لكن كل مره هنقول هذا الامر الاهلي بمنحضر اي حد يكون متواجد في ال11 لاعب اللي يكونوا متواجدين في هذه المباراه ان شاء الله قعدته يكون على قدر المسؤوليه وباذن الله ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا يوم الجمعه النهارده هو هو نفس البرنامج امس افطار صباحا 10 صباحا 2 ونص وجبه غداء 6 محاضره فنيه 6 ونص انا بتكلم طبعا بتوقيت الدوحه احنا عارفين طبعا فرق الاختلاف الخاص بساعه القاهره حتى الدوحه لكن 6 ونص النهارده يكون تحرك فريق النادي الاهلي على ان يتوجه الى ملعب جامعه قطر 7 مساء وهو توقيت المباراه الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا بس ينقصنا زميلي كريم زميلتي نهوان كابتن احمد بلال التوفيق مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون معانا في يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي والله ينور بنشكرك جزيل الشكر <applause> العزيز كريم احمد المتواجد ضمن بعث الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي بالدوحه